اشتراك مجاني للنقل عبر الترامواي ضمن النقل الجامعي تم منحه للطلبة المقيمين بقسنطينة، إذ ستشمل العملية استفادة 38 ألف طالب مقيم كمرحلة أولى، وهو ما استحسنوه كثيرا لما يخفف عنهم من أعباء. كي تخفف علينا مصاريف بزاف كما النقل وصافي ترامواي نحتاجوه بزاف، أكيد راح تكون مفيدة لنا احنا الطلبة، اللي خاصة الطلبة المقيمة المقيمين. مجانية التنقل بالترامواي هذا يخلي بزاف ناس تقدر توصل للجامعة بكل سهولة. نفس النية في النقل وحاجة مليحة يعني للطالب. الاتفاقية المبرمة بين مديرية الخدمات الجامعية عين البي بقسنطينة ومؤسسة مترو الجزائر تعد الأولى من نوعها، سعيا لتطوير المنظومة الجامعية لتذليل كل العراقيل التي تعترض الطالب الجامعي لتحصيل علمي أفضل، وذلك باستخدام نفس الاشتراك الذي يسدده الطالب بداية كل سنة والمقدر ب 150 دينار، أين سيتم تسجيلهم على مستوى نقاط تم توزيعها على مختلف الإقامات الجامعية من أجل تجميع الملفات الورقية، بحيث ترامواي قسنطينة يمر بعدة جامعات وإقامات جامعية. المبادرة ستسمح أيضا بتوسيع خدمة الحافلات بما يتماشى والتوسع العمراني في انتظار تعميمها على باقي الطلبة مع بداية العام المقبل.